إذا دخل إلى المسجد الآن دخل تهيأ للصلاة لبس أحسن الثياب نعم الآن يجب أن يدخل المسجد دعو مين كان سليب ترم ترود يجب أن يدخل نوع من مكي يجب ماذا يصنع تاكين فوقي بعض الناس هدانا الله إياه أول ما يدخل إلى المسجد يبدأ ينظر يصور ينظر في التليفون يتكلم من نهما جمنون نبيل على مدخل المسجد قوات جاك دام ثوت لنغ ني لنغ نو مر ني مر نو كوين هذا المسجد بيت لمن تا مسجد ني كي تيه របស់ نيك نه لمن របស់ نيك نه لله كي جي تيه اذا لا يمكن ان نجعل هذا المسجد مكان للحديث عن الدنيا بسن تي في تيه របស់ الله سبحانه وتعالى جيم من اج يو فيه تو ធ្វើ جي كنلاي نيجي ريون سين سين تراو تا تي اوي دا الله سبحانه وتعالى لا يمكن نتكلم فيه عن السياسه يوم من آدي جي أم بي ريون نجو باي البيع والشراء تالو دو البحث عن الأشياء المفقودة ضاعت له سيارة أو ضاع له ريطاني جي أم بي روباح داك مات تأتون جموي نن باك لان باك روباح ني باك روباح نو تي أطي نكلم مشير لا يمكن أن ندفن الأموات في المساجد ولا في ساحات المساجد القبور تكون بعيدة عن المساجد. هاي جين كم من تراو يو قبور يوم من نحن نكون مسجد قبور كم بعد كل تراو أتيش ناي أم في مسجد. أنت رجل. نحن كي برا. لازم الرجل يتقدم إلى الصف الأول. كم بعد برا كل تراو تتشو نو سبتي موي. الذي يتأخر النساء المرأة تتأخر في آخر الصفوف. نحن كان تراو في ستري من في برا كي. مجرد ما تدخل المسجد تتقدم إلى الصفوف الأولى. روان ده ين جو المسجد كم بعد ين ترى تتضال لصفمك. إذا الصلاة لم تقم بعد، فأنت تصلي سنة المسجد تحية المسجد ركعتين قبل أن تجلس. من في ذلك من طن إقامة سبه يانتي. لو في ذلك من طن المسجد كم بعد ين ترى تسبه يان تحية المسجد في ركعتين. أو إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية تصلي السنة كالظهر أذن الآن مثلا يصلي سنة الظهر ركعتين أو أربع ركعات قبل صلاة الظهر ركا بسنتي نو نو وقتو ظهور نن بمين سنة رواتب آم ربح بي جن أي سنبه يان في ركا سنبه يان بون آم بي سنتو جام جن كوي دخلت إلى المسجد إذا أنا دخلت إلى المسجد نعم ووجدت الإمام قد بدأ في الصلاة ماذا أصنع؟ نبدأ يوم جو تمسيت أطيها هاي نن إمام قط بان سبه يانغ روي هاي تاك يوم فردو يملك تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام قائم راكع ساجد في التشهد الأخير تكبر وتصلي مع الإمام تدخل مع الإمام نبدأ لو كيجن أطفو أي تن أه كيجن تراو تاو سبه يانغ كيموي نن إمام دوي تكبيرة الإحرام هاي نن يين تكبير انتقال تتام إمام بطوكي إمام كمبونغ شو رو كمبونغ روكو رو كمبونغ تا أنكوي رو كمبونغ تا سجود تداو نعم أهم شيء عندنا تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال إذا لم يكبرها لا إشكال المهم يكبر تكبيرة الإحرام حتى يدخل مع الإمام سمكان مفوت في تكبيرة الإحرام بطوكي تكبير انتقال بي من مين فانها أي تي فانتا سمكان مفوت في تكبيرة الإحرام وجدنا الإمام قائم أو راكع بهذا أنا أدرك أدركت الركعة سواء وجدت الإمام راكع أو قائم بهذا أدركنا الركعة نعم هذا يين تاو طان إمام داي كمبونغ تاي روكو هاي يين تاو طان داي فيلو هاي كي تي فيل موي داي كيروك هاي يين بان مو ركعة في موي نان إمام لكن إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد أو كان في السجود أو في الجلوس هذه الركعة لا تحسب لك نو بيد الإمام نيو بي روكو هاي بان يين تاو طان ركوت نو كنون سجود ركوت نيو بي سجود هاي بان يين تاو طان أنان تي أروك تي ركعة نان إذا سلم الإمام لو بدأ الإمام أو سلام أنا أقوم بعد سلام الإمام وأقضي ما فاتني من الركعات كيف يوم تراؤك لان بنطا نو ركعتنا داك يوم من طوان بان سبه يعني لأنك ها بمبين بنطان تراؤك الإمام أو سلام روي والله أعلم والله أعلم